نروح بقى بعد كده ونكمل جولتنا الصحفيه ونتعرف على اخر الاخبار في المواقع والصحف الرياضيه محليا طبعا وعالميا. وزميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه الاهلي موجوده دلوقتي في جريده اليوم السابع. نورهان صباح الخير وطلعينا كده ايه اخر الاخبار عندك؟ اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وطبعا زي ما انت قلتي وزي ما عودناكم احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. الخبر الأول معنا من موقع اليوم السابع: اتحاد الكرة يلغي إجراءات عمومية اللائحة 15 نوفمبر بعد تجاهل فيفا. ألغت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 نوفمبر الجاري، وده لانعقاد اللائحة الجديدة استعدادا للانتخابات المقبلة، وده طبعا بعد ما تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الرد على خريطة الطريق اللي أرسلتها اللجنة الخماسية، وكانت تتضمن عقد جمعية عمومية 10 أو 15 نوفمبر الجاري على أن تقام الانتخابات يوم 30 نوفمبر الجاري. وكانت اللجنة الخماسية كانت جهزت كشف يضم 96 نادي لحضور الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم واعتماد التصنيف من قبل اللجنة الأولمبية، إلا أن اللجنة الخماسية لم تدعو للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضي، واللي كان آخر موعد للدعوة للجمعية العمومية أو الانتخابات وفقا لائحة اتحاد الكرة المصري. ومن موقع سوبر كورة: اليوم لاعبو البرازيل يصلون القاهرة، وده طبعا لمواجهة المنتخب الأولمبي. يكتمل اليوم صفوف بعثة منتخب البرازيل الأولمبي لمواجهة منتخب مصر طبعا تحت قيادة كابتن شوقي غريب، يعني في الدورة الثلاثية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021. وكان أمس وصل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي من رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد البرازيلي، والمفترض أنه اللاعبين القادمين من أوروبا هيصلوا صباح اليوم. وده طبعا حابين كمان نفكر حضراتكم ان مصر هتواجه كوريا الجنوبيه يوم 12 نوفمبر الجاري باستاد السلام، بينما هتواجه منتخب البرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري على استاد القاهره. ومن موقع في الجول: فرج عامر نفاوض الاهلي من اجل ضم احمد ياسر ريان وبامبو ضمن اهدافنا. كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن يعني وجود مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل ضم مهاجم أحمد ياسر ريان واللي كانت انتهت إعارته من الجونة. كمان المهندس فرج عامر قال أنه يوجد مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم اللاعب، وهتكون المفاوضات إن شاء الله قريبة من الحسم. وتابع كمان فرج عامر في تصريحاته ان هو اتفق مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على ضم اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الاهلي، وده طبعا بعد ما تعاقد نادي سموحه مع رفيق كبو على سبيل الاعاره من دجله وكذلك عبد الكريم الوادي. وكان رئيس مجلس إدارة سموحة رد على التساؤلات بشأن ضم كريم بامبو وقال هو بالفعل ضمن يعني اهتمامات النادي في الفترة القادمة ونتمنى إتمام الصفقة في الأيام المقبلة. أما بقى من موقع يلا كورة: بينهم محمد إبراهيم، خماسي المقصة إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 27 مليون جنيه. كشف بكر سليم المدير التنفيذي لمصر المقصة عن توصل النادي لاتفاق بشكل كبير مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على بيع 5 لاعبين وعلى رأسهم اللاعب طبعا نجم الفريق محمد إبراهيم إلى صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وكمان أكمل يعني بكر سليم عن الخمس لاعبين وهم محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد، وده طبعا مقابل 27 مليون جنيه زي ما قلنا لحضراتكم. وبكر سليم قال إن المقابل المادي بالنسبة لمجلس إدارة نادي المقصة مرضي خاصة في ظل الظروف الحالية. أما بقى من موقع الوفد: إصابة زوجة بدر بانون بفيروس كورونا. أعلن اللاعب المغربي والمدافع المغربي بدر بانون عن إصابة زوجته بفيروس كورونا في الساعات الماضية، وكان اللاعب طبعا الحاصل على لقب أفضل مدافع في الدوري المغربي كان متواجد هنا في مصر لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي ودى على إثرها فريق الرجاء البطولة بعد الخسارة أمام الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف نتيجة اللقاءين. كمان اللاعب أجرى مسحة طبية وفي
في خلال الساعات القادمة هيتم الإعلان عن إيجابيتها أو سلبيتها إن شاء الله. ومن موقع جول، عقوبات بالجملة على العالمي محلية وأسيوية. ده طبعا على الصعيد العربي، توالت العقوبات على نادي النصر السعودي في الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى القاري، وده طبعا بعد ما خالف مجلس إدارة نادي النصر وجهازه الفني عدة بروتوكولات متعارف عليها داخل المملكة. وكان طبعا أو في موقع جول ذكر أنه في غرامة مالية تم فرضها على نادي النصر أوقعها الاتحاد السعودي في الساعات الماضية، ودي كانت تقدر بحوالي 10,000 دولار في بعد ما تخلف لاعب الفريق أسامة الخلف عن المقابلة التلفزيونية عقب مواجهة الفريق الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وده طبعا كمان بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى تقدر ب 12,500 دولار آخرين لعدم حضور الجهاز الفني للمؤتمر الصحفي عقب المباراة. أما بقى من موقع سكاي نيوز وآخر أخبارنا النهاردة، ضربة موجعة لبرشلونة بعد الكشف عن مدة إصابة فاتي. أكد برشلونة الإسباني يعني أنه مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب لقرابة أربع أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى. وكان النادي ذكر في بيان رسمي أنه اللاعب يعني خضع لعملية جراحية تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، واللي أكد غيابه 4 شهور عن الملاعب. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. شكرا لك يا نورهان، وشكرا لزميلتنا العزيزة سالة. شكرا لكم.